علينا لعبنا أكسوم يا شي دراما عفاري خلت فيا شي لهموري وباسكو دي قاما بالكور ترشين الحيلة أكسوم يا شي دراما بحالك فيا شي لهموري تيفو في بلاد الصنفة محاري بين الصحراء على تحبس الهدرة الناس في الغناية تتحضر نحب نشوف اللعابين دخلين بالخضر شحال نحب نسمع قسمان بيها نتأثر نحب نشوف علامي الفوق في البرازيل حضر نحب نغني نحب نسيباتي نحب بلادي نحب نوالي نحب الديفيلي نحب الانجيري نحب نغني نحب نسيباتي نحب بلادي نحب نوالي نحب الديفيلي نحب الانجيري نعم وجود اليوم والتشجيع تاع السلطات لهالفريق الوطني لهالفريق الوطني اليوم هو موجود في قلوب كل الجزائريين كسب مكانة هامة في المجتمع بعد الأداء ديالو في كأس العالم بعد الأداء ديالو في تصفية كأس إفريقيا. اليوم هذا الفريق عنده تجربة عنده لاعبين إن شاء الله تخليه يلعب الأدوار الأولية وإحنا نتمنى أنه يتأهل على الأقل إلى الدور إلى النصف النهائي ولما لا تتويج بالكأس. ما تلقيناه من تقارير أكدت استحالة تنظيم تنقل للأنصار في الدور الأول وذلك لغياب المرافق التي تضمن التنقل في ظروف جيدة، لكني في اتصال دائما مع الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وقد تكون لنا إن شاء الله مبادرة لما الفريق الوطني يتأهل وذلك ما نتمناه له إلى الأدوار المتقدمة ابتداء مثلا من النصف النهائي. في هذه الحالة ستكون ظروف أحسن. الحمد لله لان درنا تحضير في المستوى وان المجموعه راهي واجده من كل النواحي حقيقه، يعني المجموعه تحدوها اراده فولاديه وعزيمه كبيره باش تتمثل اولا الالوان الوطنيه ولما لا يعني تفرح الشعب الجزائري اللي راه ينتظر في الفريق الوطني. ان شاء الله ربي يوفقنا ونديروا نتيجه ايجابيه ونفرحوا ان شاء الله الشعب هذا ان شاء الله. دير انا نقص ديسكور خلي البالون يدور دير كيما زيدان ومن نار للغزوات من سيد للنور جاونا من كل مكان جاو معولين ودمي فور جبد اللور الخوا حلوا البيبان.